ينضم إلينا الآن من استوديو النيل بالقاهرة سعادة الدكتور أشرف سنجر، خبير العلاقات الدولية في قناة القاهرة الإخبارية، كما يشرفنا عبر تطبيق سكايب من الرياض الأستاذ عبد العزيز الشعباني الكاتب والمختص بالشأن الصيني، ونشرف كذلك عبر ذات التطبيق من برلين بالدكتور نضال ظريفة الأكاديمي والباحث في تكنولوجيا الاتصالات. وأظن أننا لن نختلف في أننا لابد أن نبدأ مع الدكتور ظريفة. ما هي حكاية A100 يا دكتور؟ اشرحها للمشاهد الكريم بما يفهمه غير المختصين بشؤون التكنولوجيا إلى آخره. دكتور، يبدو أنه الدكتور نضال لا يسمعني. دكتور نضال، أنت لا تسمعني سيدي. طيب، إذا ننتقل إلى الدكتور أشرف سنجر، خبير العلاقات الدولية في قناة القاهرة الإخبارية، حتى يعيد الزملاء مرة أخرى الاتصال بالدكتور نضال ظريفة، لأنه من المهم جدا أن نعرف التفاصيل الفنية لهذه الشريحة التي توصف بأنها خارقة، سوبر شريحة يعني. المهم دكتور أشرف، نسعد بانضمامك إلينا سيدي الكريم. السؤال هو، إن كانت هذه الشريحة معروضة للبيع ويمكن أن تشتريها الشركة سين أو عين، لا أقول صاد، كيف ستضمن الولايات المتحدة الأمريكية وقد حظرت وصولها للصين، كيف ستضمن ألا يعاد بيع هذه الشريحة مرة أخرى إلى الصين يا دكتور سنجر؟ هي الشريحة المعجزة بتقوم ب 54 مليار، فيها 54 مليار ترانزستور. هي هتكون مستقبل لقيادة العالم في التكنولوجيا، في الأسلحة، في الأقمار الصناعية، في كل ما مناحي الحياة الاقتصادية والعسكرية لقيادة العالم. والولايات المتحدة إلى الآن بهذه الشريحة فعلا تقود العالم وتقود النظام الدولي، لأن الصين، روسيا، كل الدول المنافسة للولايات المتحدة لم تستطع أن تنافس الولايات المتحدة وأنها تقود يعني هذا المجال بحرفية وباقتدار شديد بعد الاستثمارات الضخمة التي ضختها الولايات المتحدة منذ ثمانينات القرن الماضي للحفاظ على قيادتها في هذا المجال. طبعا تايوان، هولندا، اليابان، وبعض من دول طبعا الاتحاد الأوروبي هم طبعا المهمومين أو المرتبطين بأسرار هذه التكنولوجيا والحفاظ عليها. والولايات المتحدة تنظر من بعد طبعا الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير كانت نقطة فاصلة، 7 أكتوبر كانت نقطة أهم، هو إعلان الرئيس بايدن أو الإدارة الديمقراطية بضرورة تقييد نقل التكنولوجيا إلى الصين وبأدوات مختلفة للسيطرة عبر أجهزتها الاستخباراتية وعلاقتها مع الحلفاء اليابان وهولندا والدول الأوروبية، بمعنى أن كل من يسعى إلى نقل هذه التكنولوجيا إلى الصين سيدفع ثمنا باهظا في هذا الشأن. الولايات المتحدة على فكرة جهاز الاستخبارات الأمريكي والإف بي آي لسه أمس تم القبض على مجموعة من الأمريكيين من ولايات الوسط الأمريكي كانوا يشرعوا في نقل بعض من التكنولوجيا إلى الصين أو لروسيا مقابل بيع لهذه التكنولوجيا. الولايات المتحدة الآن كأنها يعني نمر شرس أسد، متلألئ يفكر ويحاصر ويأخذ باله، لأن الحصول على هذه التكنولوجيا إلى الصين يعني انهيار قيادة الولايات المتحدة في مجال هذه التكنولوجيا. اسمح لنا أن نطرح هذا السؤال تحديدا على الأستاذ عبد العزيز الشعباني الكاتب والمختص بالشأن الصيني الذي يشرفنا من الرياض. أستاذ عبد العزيز، ألم تتخطى الصين هذه العتبة بالفعل؟ يعني أنا لن أشعر بالدهشة لو أن الصين فاجأتنا وقدمت للعالم شريحة ربما أقوى 100 ضعف من A100، أم أنني خاطئ في هذا التصور والعتبة لم يتم تخطيها بعد؟ أهلا أستاذ وأهلا بضيوفك الكرام. أنا أوافقك بهذا التصور، هذا التوقع. أنا عادة أقول ربما الخافي
أعظم عند الصين وأيضا عند أمريكا. الصين ربما تخفي شيء أكبر لكنها تريد أن تأخذ بأسهل الطرق في البداية. هي في بخصوص الرقائق الإلكترونية هي لم تصل يعني في حتى الآن الظاهر أنها لم تصل إلى الدقة التي وصلت لها الشركات الأجنبية، لذلك هذه الحرب قائمة يعني عليها من الولايات المتحدة. فلربما إذا كان سألت سبق وأن سألت بعض الخبراء الصينيين أنه لماذا الصين حتى الآن لم تصل إلى هذه التقنية، هذه الصناعة الدقيقة، قالوا أنهم هم يسعون إليها بكل تأكيد، خصوصا أن تايوان قريبة ومصانع تايوان منتشرة في الصين، لكنها دقيقة بشكل يعني يجعل أن من الصعوبة بمكان أن يصلون إليها بسرعة أو يعني بفترة زمنية سريعة. صحيح. لذلك إذا 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 انتظرنا سنوات، فأنا أعتقد بكل بساطة أن الصين ستصل إليها. هم وصلوا إلى تقريبا سماكة 14 نانومتر. يعني دون أي حاجة لتجسس صناعي أو سرقة تكنولوجيا أو أي شيء آخر. ما أعتقد في موضوع أنها سرقة أو تقليد، هي دقة في الصناعة، تكنولوجيا معينة وصلت إليها شركات لم تصل إليها الصين، وهكذا هي تبادل خبرات. أنا أقصد حضرتك أشرت إلى أن الصين ستصل إلى ذلك وإن كانت بحاجة إلى بعض الوقت، أقصد ستصل تلقائيا، التطور التكنولوجي التلقائي الصيني سيصل بها إلى ذلك ولكن بعد بعض الوقت. الآن نعود للترحيب مجددا بالدكتور نضال ظريفة، الأكاديمي والباحث في تكنولوجيا الاتصالات، بعدما أعاد الزملاء الاتصال به وهو يشرفنا عبر سكايب من برلين. أهلا بك دكتور نضال، تسمعني سيدي؟ تمام، شكرا جزيلا على الاستضافة الكريمة. في الحقيقة دكتور نضال كنت أود أن أبدأ معك، لماذا؟ لأنه علينا أن نناقش شيئا على الأقل نعرف ملامحه الرئيسية، وأنا لست متخصصا في هذا الشأن شديد الدقة. لماذا إنفيديا وصلت إلى هذه التكنولوجيا الخارقة؟ لماذا A100 تعد عقل الذكاء الاصطناعي كما توصف؟ لماذا هذه الشريحة ب10,000 دولار؟ لماذا هي محظورة على الصين؟ تفضل. تمام، شكرا مرة أخرى على الاستضافة الكريمة. الحقيقة يمكن وضح الزملاء قبل، موضوع الذكاء الصناعي يتعلق بشكل كبير بعدد الترانزستورات اللي يمكن وضعها على الشرائح الإلكترونية، وهذا شيء يتطلب أجهزة متقدمة فعلا. يعني هناك شركة ISML الهولندية التي هي رائدة ليس في تصنيع الشرائح الإلكترونية بل تصنيع الأجهزة التي تقوم بتصنيع هذه الشرائح. ومؤخرا مثل ما تم ذكر كمان أنه كان في عدة مهندسين تم استقطابهم من هذه الشركة الهولندية واصطحبوا معهم بعض التصميمات لهذه الأجهزة الفريدة في العالم الحقيقة، وتبين أنه هم متعاونين مع الصين لأخذ هذه التصميمات. في الحقيقة هو تقنية التصنيع هي التي تلعب المفتاح الأساسي في هذا، وأمريكا استطاعت إقناع هولندا بإشراكها في تنفيذ العقوبات، وبالتالي منع أو عدم وصول أي أجهزة من الأحدث أجهزة تصنيع الشرائح الإلكترونية بسماكة 14 وأصغر نانومتر مثل ما ذكر الضيف الكريم الأستاذ عبد العزيز الشعباني. تمام. فالأساس هو كيف الموضوع بالأساس هو كيفية التصنيع والأدوات الموجودة أو المصانع الموجودة لهذا التصنيع، وهي مرتبطة بالشركة الهولندية كما ذكرت. لماذا هذه الشريحة ب10,000 دولار؟ نعود في الأساس ترتبط دائما بعدد الترانزستورات التي يمكن دمجها ضمن مساحة معينة من الشرائح أو الرقاقات الإلكترونية، وهذا العدد كلما ازدادت كثافة الترانزستورات يجب هناك دقة معينة يجب الوصول لها، وهذه الدقة تستلزم أجهزة ليزر متقدمة جدا لها كلفة
عالية جدا للحصول عليها، وبالتالي هذه الكلفة الأجهزة تنعكس على صحيح. الشرائح نفسها. ولماذا انفيديا لها الصدارة في رأيك دكتور نضال؟ الحقيقة انفيديا الشريحة التي تم طرحها الـA100 هي الشريحة الأكثر تطورا، ثم ذكر الصينيون أنهم استطاعوا مؤخرا تصنيع شريحة لها 3 أضعاف السرعة من ناحية الأداء، والآن مرة أخرى انفيديا تعلن أنها صنعت شريحة تدعى H100، وهي حوالي 10 أو 20% 20 ضعف بالأداء من ناحية المقارنة مع A100. فالموضوع شد وجذب سيكون وسباق، أمريكا تستطيع إبطاء التقدم أو تطوير الصناعة من قبل في الصين، لكن لن تستطيع المنع التام، سيكون هناك شد وجذب كثير في هذا السياق. أذهب الآن مجددا إلى دكتور أشرف سينجر. دكتور أشرف، وأنت خلفيتك القاهرة الجميلة المضيئة ليلا، أين نحن من هذا السباق بين النسر والتنين؟ هو تحدي صعب، لأن الاستثمارات الكبيرة التي تزيد عن المليارات دولارز من انفاقات كبيرة كانت بتتطلب اقتصاديات ضخمة، يعني زي مثلا الاقتصاديات الأمريكية أو الاقتصاد الأمريكي أو الاقتصاد الأوروبي. فده بالتأكيد التكنولوجيا المتطورة سواء في المجالات زي الذكاء الاصطناعي أو تصنيع الرقائق الإلكترونية أو المجالات الطبية، يعني زي مثلا الفاكسين اللي اتعمل لكورونا، ده مش يعني وليد استثمارات ضخمة في البحوث والتطور والابتكار والإبداع. طبعا يعني العالم العربي مازال في بدايات مهمة يعني للبحث عن طرق لأن يكون موجودا، رغم أن العالم العربي مصريين أو عرب أو من الخليج بنلاقي مفاجآت كبيرة من عقول محترمة بدأت تدخل في هذه الصناعات والتكنولوجيا وتطوير السرعة بين الرقائق أو تصنيع الرقائق، ولكن العرب ما زالوا بتاريخهم العظيم بأنهم نقلوا التكنولوجيا إلى أوروبا ومنها إلى أمريكا، ولكن العالم الآن للأسف لا يرد الجميل بالجميل، وما زال يقيد. ونرى في أن الولايات المتحدة حينما رأت أن الصين منافسا بدأت تقيد، رغم أن الصين رصدت 140 مليار دولار لأن تدخل في هذه المنافسة وهذه الحلبة الصعبة الكبيرة، وده رقم كبير لا يقدر عليه طبعا الاقتصاديات العربية في هذا الشأن. ولكن الصراع ده صراع خطير ومهم، وسيحدد طبعا مستقبل العالم بشكل كبير في الفترة القادمة، ونحن فيه مراقبون وزبائن يا دكتور أشرف. بالتأكيد، ولكن كويس جدا. يعني كويس جدا. الأمل يعني الكبير الواقعية في الواقعية أمر طيب يعني في كل الأحوال، بدلا من يعني التباهي الذي لا تسنده الوقائع. أذهب الآن إلى الرياض حيث الأستاذ عبد العزيز الشعباني، إن كان لديك تعليق أستاذ شعباني مرحبا به، لكن أنا كنت أحب أن أسأل عن تيك توك. لماذا حظر في كندا والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي؟ مما يخافون من تيك توك؟ الأخبار أنه حظر على الموظفين أو على الوظائف الحكومية، الموظفين الحكوميين فقط. يعني أذكر أنه في عهد الرئيس ترامب حاول أيضا حظر تيك توك، حتى الآن لم يحظر بشكل كامل، لا أعلم لماذا. صحيح. لكن الحظر عفواً، صدقت، هذا ما كنت أعنيه، صدقت طبعا. نعم، والحظر حتى الآن كما قلت يعني هو يعني خوف من تهديدات قومية أو يعني تهديد أمن قومي من ناحية التجسس أو ما إلى ذلك، وهذه حتى الآن ادعاءات فقط. هي في الأخير حرب أمريكية غربية على الصين، حتى من ناحية التطبيقات الصينية حتى الآن التي ظهرت، يعني القادم والموجود الآن في الصين بالداخل الصيني لم يظهر بعد أكثر وأكثر من الموجود الذي نعرفه الآن.
أنا شخصيا أتابع بعض هذه التطبيقات وهي أقوى حتى من التيك توك وأكثر مميزات منه. لذلك التيك توك مثلا في السعودية أطاح بسناب شات وأخذ المرتبة الأولى، احتل المرتبة الأولى التي كان يحتلها سناب شات الأمريكي. فلذلك هذه طبعا يعني يعرف عنها الأمريكيون، ويعرفون أنه إذا جاء أيضا بعد التيك توك مثلا تطبيق ويتشات الذي حتى إيلون ماسك يعني امتدحه وقال أنه يسعى إلى أن يصنع تطبيق مثل مزايا وقوة ويتشات، فبعد التطبيق هذا إذا ظهر للعالم وظهر تطبيقات أخرى أيضا ستكتسح التطبيقات العالم. والتطبيقات الأمريكية يعني ظهر عنها أخبار أنها فيها تجسس وفيها يعني جلب معلومات عن المستخدمين في العالم، وهذه الآن تطلقها الأمريكيون يطلقونها على الصينيون. صحيح الصينيون إنه هم يفعلون هذا في تطبيقاتهم وأجهزتهم أيضا كما هواوي وغيرها. أنا أظن أنه ينبغي أن نحظر في دواويننا الحكومية نحن أيضا في العالم العربي أن نحظر هذه التطبيقات، ليس خوفا من التجسس، هيتجسسوا على إيه يعني ما عندناش أي مئة ولا أي حاجة، لكن خوفا من تضييع الوقت، أن الموظف يضيع وقته. يا أستاذ عبد العزيز، تضييع وقت فيها بالنسبة للعرب، هي بالنسبة للعرب فقط تضييع وقت للأسف الشديد. للأسف الشديد. سؤال أخير لدكتور نضال ظريفة في برلين. دكتور نضال، بالفعل تطبيق تيك توك فيه ما يوحي بأنه يستخدم للتجسس ونقل المعلومات إلى آخره؟ الحقيقة لست متخصص في هذا الموضوع، لكن بالأساس أظن الموضوع بالأساس هو حرب معلومات، لجمع المعلومات ومدى التعاون أو قبول التعاون مع الولايات المتحدة من ناحية الأمن القومي وتزويده بالمعلومات معينة. فبالتأكيد كل هذه التطبيقات برأيي هي تطبيقات لديها بنك واسع من المعلومات يمكن استخدامه بمختلف المجالات. حتما. أنا شاكر جدا لضيوفي الكرام الذين شرفوني في هذه الفقرة من برلين، الدكتور نضال ظريفة الأكاديمي والباحث في تكنولوجيا الاتصالات من الرياض، الأستاذ عبد العزيز الشعباني الكاتب والمختص بالشأن الصيني، ومن القاهرة من استوديو النيل الدكتور أشرف سنجر خبير العلاقات الدولية في قناة القاهرة الإخبارية. من الأمور اللافتة للانتباه أنه العالم يتسابق باتجاه الشرائح فيها مش عارف كم مليار ترانزستور وإيه مئة ومش عارف إيه، بينما نحن مشغولون بأشياء أخرى. هذه الأشياء الأخرى ربما تكون مهمة كمان، لكن علينا أن نصرف جزءا من انتباهنا إلى هذا الصراع على حافة التكنولوجيا، وإلا فإن القطار سيفوتنا كما فاتتنا قطارات كثيرة سابقة. هنا القاهرة عاصمة الخبر.